من أهل مصر لمن يهمه الأمر، انهيار مؤكد للاقتصاد الأمريكي في الطريق، فاربطوا الأحزمة. قال الخبير الاقتصادي الأمريكي بيتر تشيف أن هناك مؤشرات موثوقة حول انهيار محتمل للاقتصاد الأمريكي. وقال تشيف الذي يعتبر من أشهر سماسرة بورصة وول ستريت في نيويورك أن هذه البورصة سوف تنهار لا محالة، وحذر من أزمة كبيرة في الأفق بما في ذلك الانهيار المالي المتوقع الذي سوف يحدث وفقاً لما أكده لا محالة. وفي تدوينة صوتية حذر بيتر تشيف من مثل هذه الكارثة الاقتصادية، حتى أنه يعتقد أنها بدأت بالفعل وسيبدأ تأثيرها. أكثر من ذلك أن تشيف قال أن هذا الانهيار قد بدأ بالفعل، وقدم مؤشرات مؤكدة على أن انهيار بورصة نيويورك أمراً محتوماً. بيتر تشيف هو الرئيس التنفيذي وكبير الاستراتيجيين العالميين لشركة يورو باسفيك كابيتال إنك، وهو في نفس الوقت عضو بالحزب الجمهوري. وقال تشيف أن الأزمة المالية سببها أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي اتخذ خلال الفترة الماضية قرارات متعاقبة برفع الفائدة على الدولار، وأن سعر الفائدة المستحقة على الدولار ارتفعت خلال فترة قصيرة من 0.5% فقط إلى نحو 5.5%، وتبلغ قيمة هذه السندات الأمريكية بالدولار الذي يتوجب دفع الفوائد عليها 220 تريليون دولار أمريكي. وحتى نقرب هذا الرقم لأذهان المشاهدين، فيكفي أن نقول أنه من الأفضل التوقف عن تخيل الحجم الحقيقي لمثل هذا الرقم، لكن هذا الرقم من الديون الأمريكية يكفي تقريباً لشراء نصف عقارات كوكب الأرض وكل أسهم الشركات المدرجة في البورصة الأمريكية. ولهذا سوف يكون من المستحيل على أي إدارة أمريكية أن تسدد هذه الديون أو حتى أن تسدد الفوائد المستحقة عليها خلال السنوات القادمة. وبسبب هذا فإن الولايات المتحدة سوف تواجه استحقاقات للديون المستحقة لحائز السندات بشكل غير مسبوق خلال الفترة القادمة، ولن يكون لدى أي إدارة أمريكية أبداً، سواء ديمقراطية أو جمهورية، الشجاعة الكافية أو حتى الصلاحية القانونية لطبع دولارات لسداد الديون. لذلك سوف تضطر الإدارات الأمريكية خلال السنوات القادمة للجوء للمزيد من الاستدانة حتى تستطيع سداد فوائد الديون فقط. أما القشة التي سوف تقدم ظهر البعير هو أن يتوقف ملاك المساكن عن دفع أقساط شراء هذه المساكن بسبب الأزمة التي سوف تتراكم من الآن، وسوف يؤدي هذا ليس فقط لانهيار القطاع العقاري، بل سوف ينتج عنه انهيار القطاع المالي وقطاع البنوك بكل تأكيد. وبعدها سوف يبدأ الانهيار الدرامي للاقتصاد الأمريكي، فاستعدوا واربطوا الأحزمة.